في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان من معالجة قضية نوعية تتعلق بجناية الاستيراد والحيازة والنقل والمتاجرة بالمخدرات الصلبة كوكايين. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 19/11/2022 على الساعة 5 مساء، بناء على معلومات مفادها محاولة مجموعة إجرامية من تمرير كمية من المخدرات من المنطقة الحدودية للبلد المجاور نحو التراب الوطني، وبعد وضع خطة محكمة من طرف أفراد فصيلة الأبحاث بالتنسيق مع أفراد المجموعة الأولى لحرس الحدود بمغنية وبالقرب من مكان تمرير المخدرات الصلبة، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتطويق المكان، أسفرت العملية عن توقيف شخصين وحجز 6 رزم صغيرة الحجم مغلقة بإحكام بشريط اللاصق معبأة احتماليا بمخدرات صلبة كوكايين بوزن 2.882 كيلوغرام ودراجة نارية كانت تستعمل في عملية نقل الكمية المحجوزة. كما تم حجز هاتفين ذكيين كان بحوز المشتبه فيهما، تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب العسة أين تم إيداعهما السجن المؤقت. هذه العملية النوعية تندرج في إطار المراقبة العامة الدائمة والمستمرة للإقليم، لذا نطلب من المواطنين التبليغ عن طريق الرقم الأخضر 1055 والموقع الإلكتروني bpgn.mdndz من أجل محاربة الجريمة بكل أنواعها.